الشاب اللبناني اليوم يمكن ما بيجي على هيدا الشغل لأنه برستيجه ما بيسمح له مثلا. في وطن المحسوبيات عجز علاء عن إيجاد فرصة عمل باختصاصه، فلجأ إلى العمل في مهنة البناء ليكسب الرزق الحلال. مع بروز الأزمة الاقتصادية شهد قطاع البناء فراغا في اليد العاملة نتيجة توقف عدد كبير من العمال السوريين عن العمل، فلماذا لا يملأ العامل اللبناني هذا الفراغ؟ أنا مجاز بالجامعة اللبنانية كلية العلوم إجازة الرياضيات، ما قدرت لاقي شغل لمدة شي سنتين. رجعت فتت بمشروع انه العمار البطون، عمار البيوت. يعني في شباب بعدها بتقول لا هيك شغل ما بدي اشتغل، وفي شباب بتقول لا بشتغل هيك شغل وما بقعد بلا اكل. بدي اقول للشباب اللي قاعدة اللي مش قادرة اللي ما عندها شغل، الشغل مش عيب بالنهاية، يتفضلوا يشتغلوا منه بأقل شيء بيطلع مصروفه بهالأزمة بهالوضع الصعب، ويمكن في ناس تساعد أهله. هلأ في شباب بتقول أنا ما قادرة أتحمل هيك شغل أو صعوبة هذا الشغل أو التعب اللي بيكون، بس في أكترية كرمال البرستيج. اليد العاملة ارتفعت، كان المعلم عنا ياخذ 40 دولار 60,000، يعني عبارة عن 60,000. اليوم المعلم من 250 ل 300,000 صار ياخذ يعني على اللبناني. والشغيل كان ياخذ عنا نحن 35,000، صار ياخذ هلا 125,000 يعني. مش عم نلاقي لبناني يشتغلوا الصراحه، يعني كلها معلمين شغيل سوريين ولبنانيين. نحن بنطلب انه اللبناني يجي يحضر حاله ينزل يشتغل يا عمي، هاجي قاعد بالبيت بدنا شغيله وبدنا معلمين لبنانيه، ما حدا عم ينزل. بالنسبه للشباب اللبنانيه ما بيشتغلوا، ما عندهم يعني ما عندناش نخوه على الشغل، خاصه اشغال البطون، الورقه، البلاط، الدهان. بتشوف اللبناني قاعد والسوري بده عم يشتغل. يعني في يد عاملي هلا وقفت كتير، في يد عاملي سورية وقفت كتير بالنسبة للشغل، لأنه مش عم تعمل معه شيء، المصروف هذا مش عم يعمل شيء. اليوم كل اللي بدي إياه أنا من هال إنه الشاب اللبناني ينزل، نحن بحاجة لشغيلة لبنانية ومعلمين لبنانية، ما على شيء يشتغلوا أخف من المعلم السوري، بس ينزلوا يشتغلوا لحتى يحسسوا إنه هاي بلدهم كمان بده يعمروها. يعني يفترض إنه فلوا المعلمين السوريين أو الشغيل السوريين، ما في حدا يحل بحالهم. بين وزارة العمل ولجنة المؤشر ما زال أجر العامل اللبناني عالق عند الحد الأدنى للأجور، في وقت فرضت اليد العاملة الأجنبية حدا أدنى لأجورها مستغلة تفردها في أعمال البناء وسط غياب تام للعمال اللبنانيين والدولة في آن.